أيضا سؤال متعلق بهذا، يقول: من هم العلماء الكبار في عصرنا، ومن هو الشيخ ربيع الذي يساء إليه بالكلام بهذه الكثرة؟ تفضل. أما بالنسبة للعلماء المعاصرين في هذا الزمن، علماء أهل السنة، فهم كثر ولله الحمد. كان على رأسهم قبل سنوات الشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، وقد توفاهم الله سبحانه وتعالى توفاهم الله سبحانه وتعالى، وقد نفعوا الأمة نفعا عظيما فيما أصلوه وألفوه. ثم الشيخ النجمي والشيخ زيد أيضا ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى، وكانت لهم جهود جبارة وعظيمة في بيان الحق في تعليم الناس. وأيضا من العلماء المعاصرين الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان، وكذلك المفتي والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ العباد الشيخ عبد الله البخاري، وكذلك الشيخ الوصابي في اليمن. وهؤلاء لهم تلاميذ ولهم إخوة في دروسهم وفي محاضراتهم على هذا المنهج العظيم، ونحن من تلاميذ هؤلاء أو ممن درس على هؤلاء. فهؤلاء العلماء هم الذين نوصي الأمة بهم وبكتبهم وبدروسهم وباستماع كذلك أشرطتهم. هم العلماء الذين ساروا على طريقة السلف في بيان الحق وبيان السنة، وهم على ما كان عليه السلف. وفي السؤال يقول: لماذا الشيخ ربيع هو أكثر من يؤذى وأكثر من يشار إليه؟ نقول: نعم، هذا الرجل مجاهد، وهذا الرجل وقف موقفا عظيما لا يقفه إلا أمثال الأئمة في زمنهم كأحمد وابن معين وغيرهم، فقد وقف موقفا عظيما في وجه الباطل، وكان قويا شجاعا، ألف الكتب الكثيرة التي تبين ضلال المبتدعة، وتبين كذلك ما هم عليه من انحراف، وجزاه الله خيرا، فقد كتب كتابات بينت رؤوس المبتدعة كسيد قطب وحسن البنا، ورؤوس كذلك جماعة الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين، وكل من كان سببا في إثارة فتنة بين السلفيين ممن ينتسب إلى هذه الدعوة كأبي الحسن المصري والحجوري، وكذلك علي الحلبي والمغراوي وعرعور، بين حالهم بعد مناصحة وبعد صبر عليهم. فالعلماء رحمهم الله ماتوا وهم مرتضين طريقة الشيخ ربيع ومنهج الشيخ ربيع، بل كان الشيخ ربيع إماما في زمن الأئمة، لما كان يذكر العلماء كابن باز وابن عثيمين والألباني يذكر معهم ربيع، فكيف وقد مات الأئمة وبقي هذا العالم؟ فلا شك ولا ريب أن جهوده عظيمة. ومن أراد أن يعرف هذا يدخل موقعه ويقرأ كتبه ويسمع شيء من أشرطته، وينظر إلى تحقيقاته في الحديث وفي العلم وفي التفسير وفي كذلك العقيدة وفي كثير من العلوم. فكيف تعرف أن العالم عالم؟ بشهادة العلماء له، وقد شهد العلماء له بذلك، وتعرف كذلك بطلابه وبكتبه، فانظر إلى كتبه وإلى طلابه، وانظر إلى شهادة العلماء وثناء العلماء عليه. نعم.